كريم منور الدنيا طبعا. جاي تبارك لكل ابطال الفيلم، بس مين تحديدا جاي تبارك له النهارده؟ طبعا ببارك لكل طاقم العمل، اولهم الاستاذ كريم ابو زيد المخرج اللي واجه لي الدعوه، وعمر الشناوي صديقي، وبقيه الطاقم من الممثلين كلهم اللي انا بتشرف بمعرفتهم وبصداقتهم، بتمنى لهم النجاح ان شاء الله باذن الله. الروايه عدت عليك قبل كده ولا لسه هتشوفها فيلم النهارده؟ لا ما رضيتش اقراها علشان اتفرج على الفيلم. لا بصراحه. انت بتحب القرايه عموما يا كريم ولا برضو الشغل واخد وقتك؟ بحب القرايه، بس اكتر دلوقتي بقى في تقارير بتبقى مفصله، جوجل بصت علينا حاجات، لكن لا القرايه طبعا حاجه ضروري جدا، لازم الناس تقرا. انت كنت مخرج شاطر قوي في ملوش كبير. ملوش كبير كنت مخرج طف وبطرد الناس وناس زعلوا مني لما عمرك اتعاملت مع مخرجين كده؟ طبعا اكيد. انت يعني بتستوعبهم ازاي وبتشتغل ونفسيتك عامله ازاي في اللحظه دي؟ ما هو سبحان الله دايما بيبقى العمل اللي سهل ما بيبقاش بينجح او بيسمع مع ناس زي العمل اللي بيبقى فيه تحدي او بيبقى فيه اجواء صعبه، ما اعرفش ليه. بس لا، تعاملت مع ممثلين وتعاملت مع مخرجين ومع انتاج، كل مجال وفيه الكويس وفيه اللي ملوش كبير نجح. معنى كده ان كان في الاجواء الصعبه دي. استاذ عمرو محمود ياسين، استاذ مصطفى فكري، دول انا بدعي عليهم كل استاذ عمرو استاذ مصطفى هم اللي اكتشفوني وهم اللي قدموني وهم اخواتي. عمرو محمود ياسين ما بعملش دور من غير ما باخد رايه، ومصطفى فكري عمرو محمود ياسين هو تقريبا اللي بيتدخل في الورق وفي الشخصيه لكل الاعمال اللي بعملها، ومصطفى فكري ما بيدخلش عمل من غيري عشان بيتفائل بيا جدا. عايزين بقى نتكلم عن اياد نصار النهارده في الفيلم، وبيواجه هجوم غريب من وقت اصحابه الاعز. شايف مبدئيا ده ممكن ياثر على مشاهده الفيلم النهارده؟ احنا في الاخر بنقدم فن. استاذ خالد الصاوي او اي حد من الممثلين اللي عملوا ادوار البني ادم اللي مش مظبوط جنسيا ما كانش هو نفسه كده. احنا بنقدم فن بنشخص فيه حاجات موجوده في المجتمع. وانا شفت كذا بوست موجود فيه ان طالما انتم متضايقين من اللي في الفيلم تعالوا نعمل حاجه واقعيه، وذكروا شويه احداث زي اللي بيصور اخته، اللي بيختطف اخته، اللي بيموت. يعني الواقع موجود فيه حاجات كتير، لكن الفن هدفه ان انا بظهر ده، بوري الناس انا عندي، خلي بالكم عندي حاجات مش كويسه، ولا بعالجها. فاذا كان بغرض المعالجه زي مثلا فيلم العار والكيف والافلام بتاعت الاستاذ محمود ابو زيد اللي هي كانت بتعالج حاجات زي المخدرات مش بتتناولها، فتمام. فانا وجهه نظري ان الفن اللي ما بيحطش راسه في التراب زي النعام وبيواجه وبيتصدى وبيعرض بكل جراءه، المفروض ان احنا نشجعه، بغض النظر عن ان المفروض برضو تبقى في اطار الاخلاقيات والقيم اللي احنا فيها. لكن انا لسه برضو ما شفتش العمل، لسه راجع من لبنان بنصور هناك مسلسل، لكن سمعت عنه، حفظي حكالي ان في كان بلبله وكده، يعني ربنا يكون في عونهم. عايز اعرف منك مبدئيا كده، انت مع السوشيال ميديا لما ده رايي بشكل شخصي، حتى ان احنا بدانا نعري المجتمع ونكشف عيوبه على اعتبار ان نقول لا ده الفيلم ما عملش حاجه، انت برضو مع الفكره دي؟ فيلم اللي هو اعز ولا اصحابه ولا اعز، فكره ان انا ابتدي بقى احط مشاهد مثلا اشوه المجتمع واقول لا ده المجتمع فاسد بطبيعته، وفي ايه يعني الفيلم قال ايه مثلا، انت مع ان ده يحصل حتى على السوشيال ميديا ولا ده برضه شايفه من قبيل المبالغه؟ يعني اللي هاجم قوي مبالغ واللي دافع بالطريقه دي مبالغ؟ انا ما شفتش والله فعلا، لكن احنا في عندنا حاجات كتير مش مظبوطه، فاحنا لما بنظهرها بغرض ان انا بظهرها بفضح نفسي وبفضح مجتمعي قدام الناس، انا مش مع ده. لكن لو بظهرها علشان اكافحها وابين ان دي اخرتها مش كويسه او ازاي نقاوم الناس، انا مع ده. النهارده لسه على الصبح كده في خناقه غريبه حصلت مع اتنين كبار قوي، تركي الشيخ ومحمد صبحي، ما بين ما تعرفش؟ لا والله لا ما اعرفش. يمكن محمد صبحي قال انا ما اقدرش اروح السعوديه لان انا مش مرفهاتي، فالمستشار تركي الشيخ قال استاذ محمد صبحي. طبعا استاذ محمد صبحي قامه كبيره وتربينا على اعماله وتربينا على حاجته. استاذ تركي الشيخ برضو حد مسؤول كبير في السعودية وعامل تطورات كبيرة ومودي السعودية في حتة تانية خالص في الميديا،
لكن القامات والاعلام والرموز بتاعتنا دي ما على جنب. كلمني بقى عن مسلسلك في لبنان تفاصيله ايه وايه اللي بتجهز له كمان الفتره اللي جايه؟ احنا بنصور المشرحة في لبنان، مسلسل تشويقي صعب قوي. المشرحة هو هيتغير بس ما اعرفش هيبقى ايه، لسه بيدور على اسم المسلسل. حاجة جديدة، نوعية جديدة من المسلسلات، حتى كان المفروض التصوير يكون شهر، احنا بقالنا دلوقتي فترة كبيرة ولسه ما خلصنا الشغل اللي مجزول فيه، شغل مش طبيعي يعني. هتشوفوا حاجة جديدة فعلا، مستوى ليفل تاني خالص من الاعمال. واخد فيه دور يوسف قتال قتلة وبيخطف حاجة بعيدة كل البعد بعيدة كل البعد عن اللي انا بعمله قبل كده. واللي انا بحضره بصور مسلسل اولاد عابد مع الاستاذ اكرم فريد مع ام بي سي جروب، تعرض على رمضان برضو ان شاء الله. وفي عمل تاني المفروض بجهز له مع استاذ طارق الجنايني، في فيلمين برضو بقراهم دلوقتي، يعني ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. نرجو التوفيق ودايما مكسر. شرفت بيك وباللقاء معاك، مبسوط، ربنا يخليك.